اهلا بكل متابعينا في حلقه جديده من كورس امبيدد سيستم بيك 16 اف 78 اي توتوريال. ان شاء الله النهارده في حلقه النهارده هناخد حاجه مهمه جدا، وهي ملاحظات على استخدام المقاطعه من نوع ار بي بورت تشينج. وطبعا دي الحلقه الثانيه في اللي هو ار بي بورت تشينج انتربت. طبعا احنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل في الحلقه اللي فاتت، لكن النهارده ملاحظات مهمه وبعض الاخطاء اللي ممكن نقع فيها واحنا ما ناخدش بالنا، ونفتكر ان المشكله في المايكرو كنترولر. لا، المشكله في عدم فهمنا كويس للداتا شيت بتاعه المايكرو كنترولر. وتعال بينا نشوف كده. احنا شرحنا في حلقه اللي فاتت البرنامج ده، وده عباره عن اربع سويتشات متوصلين على بي 4 لبي 7، وعندنا ليد واحده دي على سي 0. طبعا هنا اي تشينج على اي بن من بي 4 لبي 7 اوتوماتيك هيعمل انتربت وينفذ الانتربت. لو احنا شغلنا هنلقى الليد منوره في البدايه، خلي بالك ان الليد منوره في البدايه هنا، لما تضغط كده هيحصل توجل. يعني انا اضغط كده بيحصل توجل، ارفع ايدي يحصل توجل تاني، يعني بيحصل انتربت مرتين. ده البرنامج الاول اللي اتشرح في الفيديو اللي فات. طبعا لو رحنا للكود الاول، لو رحنا للكود بتاعنا هنلقى عندنا هنا اول حاجه ان انا كنت معرف بورت سي دوت بي 0 اللي عليه ليد باسم ليد، وكمان كنت معرف متغير تاني اسمه انساين شورت ميمين بي اكس، وطبعا لازم يبقى انساين شورت. في المين عندي هنا كنت معرف اللي هو من بي 4 لبي 7 كانبوت عن طريق التريس بي، وكمان مصفر بورت بي، خلي بالك ان انا مصفر بورت بي. انا معرف كمان سي 0 كاوتبوت، والليد بتاعتي اللي هي بورت سي دوت بي 0 انا مصفرها، يعني الليد في البدايه ايه؟ طافيه. الليد في البدايه طافيه، خلي بالك لما عملت رن الليد كانت منوره. طبعا انا عشان افعل انتربت كنت بظبط الجي اي اي بيت بواحد، والار بي انتربت انيبل بيت بواحد. وفي الهواي الواحد كنت بعمل سليب طبعا بانستراكشن اسمها اسمبلي اي اس ام، ده كله عشان اوفر في الباور. طول ما هو مش بينفذ حاجه بيدخل جوه السليب مود عشان يوفر في الباور. اول ما يحصل انتربت يعمل ووك اب عندي، او مباشره يرجع تاني ينفذ الانتربت. هيروح الانتربت مباشره لما يحصل تشينج. اتفقنا ان داله الانتربت بتكتب بالشكل ده. طبعا انا هعمل تشيك على الفلاج بتاع مين؟ على ار بي انتربت فلاج بيت. اول ما يساوي واحد ايه اللي يحصل؟ طبعا قلنا هنا في داله فويد انتربت جميع اوائل الانتربت تتكتب جواها، او جميع انواع الانتربت. فعشان اعمل تشيك ان الانتربت ده فعلا حصل من ار بي انتربت فلاج بيت اللي هو بورت بي تشينج انتربت، فانا اعمل تشيك على الفلاج بتاعه. اول ما يبقى واحد انفذ الكود الخاص جوه. كنت بعمل ايه؟ اول حاجه باخد بورت بي بحطه في المتغير اللي اسمه اكس، يبقى وظيفه المتغير اكس اللي انا معرفه فوق، عشان كده قلت انساين شورت 8 بت عشان بورت بي 8 بت، بحطه في المتغير بي. وفي نفس الوقت مباشره انا اصفر الفلاج، بصفر الفلاج عشان المره الجايه لما اعمل انتربت المره الجايه. وكنت بدخل جوه اعمل توجل لمين؟ للليد بس، ما فيش اكتر من كده. يبقى ببساطه ان انا في البدايه كنت مصفر مين؟ الليد. الليد ده هيحصل لها توجل فين؟ جوه داله الانتربت. طب ايه المشكله؟ تعال ننفذ كده الكود مع بعض كده نشوف ايه اللي بيحصل. بص كده هعمل ايه؟ هعمل ستوب وهعمل رن تاني. معلش هعمل ريسيت كده الاول عشان الليد تبقى طافيه، وهعمل ستوب وهعمل رن تاني. هقول لكم ليه بعمل كده. في البدايه الليد منوره صح؟ غريبه رغم ان انا في الكود كنت طافيها. لو رجعنا للكود كده هنلقى انا في الكود عندي طافيها في البدايه اهي. بيحصل لها توجل، يعني تنور فين؟ في داله الانتربت فوق. طب ايه اللي خلاها؟ رغم ان انا ما ضغطتش عليه سويتش. بصوا كده انا ما ضغطتش على اي سويتش هنا عشان تنور، يحصل لها توجل. المشكله فين؟ المشكله ببساطه لو رحنا للداتا شيت عندنا بورت بي هنا من بي 0 لبي 7. بص معايا كده بيقول لي ان القيم هنا عباره عن ايه؟ عن 8 اكس، والاكس عندي عباره عن نون. النون يعني القيمه غير معروفه، يعني في البدايه القيمه بتاعت بورت بي غير معروفه، النون، ولا هي واحد ولا هي زيرو، المايكرو كنترولر مش عارف يحددها. فبالتالي لما انت تروح توصل له سويتشات على الوضع الخارجي كده، الوضع الخارجي هنا المقاومات هنا متوصله بمين؟ بالارضي، فهيدخل على البنات زيروز. لما يدخل على زيروز يبقى القيمه اتغيرت من النون لزيرو، فاوتوماتيك هنا حصل تشينج. لما يحصل تشينج يحصل انتربت. ليه؟ لو رحنا للكود بتاعنا هنا هنلقى ان انا حصل عندي ايه؟ تشينج، حصل تشينج رقم واحد، وغير كده انت مفعل الجلوبال ومفعل الانيبل، وحصل عندك تشينج. اول ما يحصل تشينج اوتوماتيك الفلاج هيبقى بواحد، فيروح ينفذ داله مين؟ ينفذ داله الانتربت، ويروح يعمل توجل للليد عندك. اول ما يعمل توجل للليد يبقى ينورها ويرجع. هو عمل انتربت مره واحده، هيستنى منك ايه؟
هيستنى من سيادتك تضغط على السويتش. بص كده، لما اضغط على بدايه السويتش يروح يعمل لها توجل تاني لان دخل جوه دايره الانترابت وطفى. ارفع ايدك يرجع ينورها تاني. طب الوضع ده مش صح لان انا في البدايه طفيها فما ينفعش تبقى منور. طيب بصوا كده، لما انا اعمل ستوب هتلقى الليد منوره، هعمل رن تاني هتبقى منوره. بصوا معايا كده، اللي يخلي الليد تطفي في البدايه الريست. خدتوا بالكم من الريست عمليه طفاها في البدايه ليه؟ نرجع تاني للداتا شيت. يبقى عندك 8 اكس ده في البدايه، فسيادتك في البدايه اول ما تعمل رن ال 8 اكس دي هيتحول من 8 اكس ل 8 زيروز. 8 زيروز او بناء عدد البيتس اللي انت موصلها بالبول داون ريزيستور هيبقى عندي 4 زيروز على بي 4 لبي 7. في وقتها يحصل تشينج يروح ينفذ داله الانتربت. اول ما ينفذ داله الانتربت هيروح يعمل توجل ليت ينور. طب ايه رايك انا خلاص كده هو اوتوماتيك صفر الفلاج، يعني هو دخل داله الانتربت فاوتوماتيك صفر مين؟ انت عملت قراءه بورت بي وحطيته في المتغير اسمه اكس عشان تشيل الديس ماتش عندك او المس ماتش كونديشن، وكمان ما تنساش ان انا صفرت الفلاج، فهو كده نفذ الانتربت. محتاج منك يحصل تشينج على السويتش. فبالتالي ايه؟ لما انا اضغط في الريست في التوقيت ده يقول لك في حاله الريست قيم بورت بي تبقى يو. يو يعني ايه؟ يعني ان تشينج. ان تشينج يعني مش هتتغير. ما انت اوتوماتيك رحت انت شلت الديس ماتش هنا لما دخلت في الانتربت اول مره، مش انت اللي داخل على السويتش عن طريق ان انت ايه دخلت اول مره اول ما عملت رن اوتوماتيك مع نفسه. فدلوقتي انت عملت شلت المس ماتش عندك وكمان صفرت الفلاج، فبالتالي بورت بي شلت التشنج اللي عليه. لما انا اشيل التشنج اللي عليه واعمل ريسيت يحصل ايه؟ يبقى ان تشنجد، يعني ياخد القيمه اللي قبل كده. فعشان كده يروح يعمل ايه؟ اول ما ياخد القيمه اللي قبل كده وانت تضغط على ريسيت يرجع تاني ينفذ الكود من اول، يحط بورت بي بزيرو ويطفي الليد او مش هيدخل داله الانتربت لان اوتوماتيك هو شال الديس ماتش في الانتربت في الاول. اتمنى يا ريت تكون الحاجه اللي انا بقولها واضحه ومفهومه. خلاص؟ فعشان كده نرجع تاني، انا هضغط على ستوب، هضغط على رن. الليد نورت ليه؟ لانها اتغير البورت بي من انون لزيروز لان المقاومات متوصله بالارضي مع زيروز فدخل زيروز فحصل تشينج لبورت بي وانت مفعل الجلوبال مفعل الانيبل فحصل انتربت راح نور الليد. اول ما نور الليد دخل داله الانتربت، عمل حاجتين، انت شلت المس ماتش انك قرات بورت بي وصفرت الفلاج. خلاص يبقى عشان يغير من حاله الليد محتاج ان انت تضغط على سويتش. طيب انا لما اضغط على ريسيت في الحاله دي الليد تطفي ليه؟ لان انت شلت المس ماتش في الاول، خلاص المشكله انتهت. فلما اضغط على ريسيت كده خلاص هيروح ينفذ الكود من اول. ينفذ الكود من اول من فين؟ هيجي هنا هيقول لك اه صفر مين؟ الليد، خليها طافيه بس. طب انا عايز احل المشكله دي، يعني كل مره اتعامل مع ار بي بورت تشينج انترب ان انا اضغط على ريسيت قبل ما انفذ الكود بتاعي، ده طبعا ده خطا. المفروض الكود يتنفذ بطريقه صحيحه على طول. احنا قلنا في البدايه خالص اللي بيحصل، بيحصل تشينج من انون لزيروز، تمام؟ فانا اعمل ايه؟ مباشره شايف السطرين دول بتاع اللي بشيل بيهم المس ماتش وكمان الكلير للفلاج بتاعي، اجي احطهم هنا قبل ما اظبط الجلوبال عندي وقبل ما افعل الانيبل، يعني قبل ما اجهز الانتربت عندي، قبل ما اجهز الانتربت عندي اروح اقول له اقرا بورت بي عشان تشيل الديس ماتش وكمان صفر لي الفلاج، لان الفلاج هيبقى بواحد وقتها هيبقى مستني الاثنين دول. لا ده انا اقول له لا صفر وبعدين اظبط لي الاثنين دول، تمام؟ يبقى انا صفرت كده، يبقى هو مستحيل ينور الليد في البدايه، مستحيل، لان انت شلت المس ماتش في البدايه وصفرت الفلاج، تمام؟ تعال نعمل بلت بالوضع ده، نروح للبروتس عندي، بصوا كده هعمل ستوب اهو، نعمل رن تاني. ايه رايكم؟ الليد ما نورش في البدايه، تمام؟ يبقى انا بيحتاج مني اضغط على سويتش كده هينور الليد، عملته جدا. ارفع ايدي لان هنا بيحصل انتربت مرتين في البدايه والنهايه، والكلام ده شرحناه في الفيديو السابق بالتفصيل. تمام؟ اضغط ينور الليد، اشيل ايدي يطفيها، تمام؟ اهو اضغط ينور، اشيل ايدي يطفيها وهكذا. يبقى اتفهمت الفكره هنا؟ يبقى الفكره اصلا ان انت اول ما تتعامل مع ار بي بورت تشينج انتربت قبل ما تفعل الجلوبال وقبل ما تفعل الانيبل في داله الفويد مين، خلي بالك لازم تشيل المس ماتش في الاول وتصفر الفلاج في الاول عشان ما ينورش الليد وما يدخلش الانتربت في البدايه، عشان ما يعملكش مشاكل. ليه؟ لان الخطا مش مايكرو كنترولر هنا ولا ان البك بتهيز، الخطا من اليوزر نفسه ان هو مش فاهم الداتا شيت كويس. طبعا انا سبت الخطا ده في الفيديو اللي فات، وكنت اتمنى ان حد يعلق على الفيديو ويقول ان في خطا،
لكن للاسف ما حدش خد باله. طبعا الخطأ كان مقصود. طيب لو انا بعد ما عملت الفويد مين، اول ما يحصل التشينج بيروح داخل دوله الانتربت، انا بعمل ايه؟ بكرر السطرين دول تاني عشان اشيل المس ماتش واصفر الفلاج جو. ده كان البرنامج الاول، مفيش مشكله. تعالوا نروح للبرنامج التاني اللي هو كان في الفيديو اللي فات برضو، عليه ملاحظات. الملاحظات على البرنامج التاني اللي اتشرح في الفيديو اللي فات برضو، عندنا الاربع سويتشات هنا متوصلين على بي 4 لبي 7 ار بي بورت تشينج انتربت. المقاومات طبعا متوصله بالارضي، معناها بول داون مين ريزيستور، يعني الطبيعي داخل زيروس. عندي اربع ليدات على سي 0 ل سي 3، الليدات دي طبعا متوصله بالارضي. بعد كده نعمل رن، هنلاقي كل حاجه طافيه في البدايه عادي خالص. الاربعه المفروض اضغط على السويتش الاول يعمل توجل للليد، يعني يعمل انتربت مع بدايه الضغط بس، مع نهايته لا، عشان كده نورته فضلت منوره. اضغط ثاني تطفي. خلي بالك الحاله دي يتم استخدامها ان انا اشغل واطفي الموتور مثلا او اي حاجه عن طريق سويتش واحد، اضغط يشغله، اضغط تاني يطفيه، بس خلاص عن طريق نفس السويتش يعني. طيب عندي الاربع سويتشات، السويتش التاني يشغل الليد التانيه، السويتش التالت يشغل التالته، الرابع يشغل الرابعه، تمام وهكذا. هنا لو رحنا الكود، انت انا عملت رن في البدايه هتلاقي الليدات كلها طافيه، معنى كده ان هو ما دخلش داله الانتربت، لا دخل. تعال كده نشوف الكود الاول. الكود طبعا احنا شرحناه الفيديو اللي فات، ركزوا معايا كده. هادي عندي تريس بي، عرفت الاربعه كانبوت وانا صفرت بورت بي في البدايه، كمان عندي تريس سي قلت بزيرو وبورت سي بزيرو، يعني الاربع ليدات طافيين في البدايه. طبعا فعلت الجلوبال والانيبل مباشره، وجوه الهوايل عملت سليب مود، رحت داله الانتربت، الانتربت عندي شلت الديسماتش وصفرت الفلاج مباشره، ورحت عملت تشيك. اول ما السويتش بيساوي واحد، السويتش الاول بحالته بتساوي واحد، اعمل توجل للليد الاولى، وهكذا مع باقي السويتشات. ليه؟ لان السويتشات الطبيعي بتاعها ايه؟ بول داون، يبقى الديفولت داخل زيرو، لكن لما انا اضغط تبقى بواحد، اول ما يبقى واحد تنور او تعمل توجل للليد. طيب لما انا اضغط كده عمل توجل للليد اهو، اضغط كمان يعمل توجل تاني. طيب هنعمل ستوب كده ونعمل رن، هتلاقي الليدات كلها طافيه في البدايه. هتقول لي كده ما دخلش الانتربت، في الحقيقه هو دخل الانتربت على الرغم ان انا مش كاتب الديس ماتش في الفويد مين. بص كده لو رحنا للكود هتلاقيني انا مش كاتب ديس ماتش في الفويد مين، الفويد مين هنا الديس ماتش مش كاتبه انا شايله. بص كده انا عامل له كومنت اهو، تمام عشان تتاكدوا اهو، اعمل بلت تاني وهنروح نعمل رن تاني، هتلاقي برده الليدات طافيه. رغم كده باكد لك تاني ان هو دخل داله الانتربت. طب عايز تتاكد، تعال مع بعض كده، هنجيب ليد زياده كده ونوصلها على دي زيرو، ليد زياده ونوصلها على دي زيرو. ركز معايا كده، اول حاجه هروح اعرف دي زيرو بمين كاوتبوت اهي، وانا مصفرها في البدايه تبقى طافيه في البدايه بزيرو اهي، دي زيرو بزيرو. طيب ومش هشيل الديسماتش، الديسماتش يعني مش هكتبه في الويد مين، هسيبه زي ما هو، هنوضح لك الخطا اللي موجود هنا. طيب اجي هنا في داله الفويد انتربت، اعمل تشيك على الفلاج بتاع الار بي انتربت فلاج، بعد كده بشيل الديسماتش وبصفر مين الفلاج مباشره، ما اعمل تشيك على السويتشات، لكن بورت دي مش هعملها تشيك على اي سويتش مباشره، اول ما في داله الانتربت تعمل لها توجل، تمام هيعمل توجل لدي زيرو اهي. نعمل بلت بالوضع ده، تمام، وتعال نعمل ستوب ورن من جديد وركز كده في دي زيرو، ايه اللي بيحصل لها؟ نورت في البدايه اهي، يعني هو في البدايه دخل داله الانتربت. طب دول ليه ما نوروش؟ دول عشان هما هينوروا، لو انت رحت كده للكود هما هيتعكس حالتهم في حاله ان السويتش بواحد. طب ما هالاربع سويتشات عندي بزيروز لان انا مش ضاغط عليهم، فطبيعي ان هم يبقوا طافيين خلاص، لكن الليد اللي لما انا مش عامل عليها كونديشن هتنور في البدايه، اللي هي مشكله البرنامج اللي فات، تمام. فانا هحل المشكله دي ازاي؟ يبقى لازم احط المس ماتش هنا في البدايه في الفويد مين، وكمان اصفر الفلاج، تمام. يبقى دول لازم يتكتبوا قبل مين الجلوبال والانيبل بت، لازم. تعال نعمل بلت كده، انا ما غيرتش حاجه في الكود اهو، نروح للبروتس عندي، بص كده هتلاقي الليدات طافيه والليده دي طافيه، ما نورتش في البدايه. على فكره من شويه لما كانت منوره لما اضغط على الريسيت يطفيها، نفس الموضوع طبعا، ايه هتلاقيها هنا مش منوره في البدايه، تمام. يبقى كده هو ما دخلش داله الانتربت، يدخل الانتربت امتى؟ ركز معايا كده، هضغط على السويتش الاول، يبقى عمل ايه؟ عمل توجل دي نورها، اما دي نورها وطفاها لان هو دخل الانتربت مرتين، لكن هنا في الحاله الاولى هيدخل يعمل توجل، لكن في الحاله الثانيه ما يعملش حاجه. والكلام ده شرحناه بالتفصيل في الفيديو اللي فات، يا ريت لو ما سمعتوش تروح تسمعه الاول عشان تفهم انا بقول ايه. خلاص دي كانت اول مشكله. يبقى اول مشكله احنا حليناها ان انا اعمل ايه؟ اشيل مين؟ اشيل المس ماتش لازم في داله فويد مين، لازم يتكتب دوله قبل تفعيل الجلوبال والانيبل الخاص بار بي بورت انتربت تشينج، والا هيحصل عندك المشاكل اللي انت شايفها.
النقطة التانية، أنت كل السويتشات عندك بول داون، ركز معايا كده، كل السويتشات بول داون، فالطبيعي يبقى داخل إيه؟ الطبيعي يبقى داخل زيروز، تمام؟ زيروز. طب إيه رأيك؟ أنت بتعمل تشيك عليهم كلهم، لما يبقى واحد يعمل توب للليد الأولانية، التاني يعمل، يبقى بواحد يعمل توب للليد التاني وهكذا. نفترض طب الليد الأولانية دي أنا عايز أعمل تشيك عليها لما تبقى زيرو، والتلاتة التانيين بواحد، يعني في اختلاف في الكود شوية، الأربعة مش شبه بعض. لا ده يعمل توبل للليد لما تبقى زيرو، ويعمل توبل لباقي الليدات لما الثلاثه يبقوا بواحد. نعمل بلط كده، تعال بس افهم انا اقصد ايه. دي تبقى بزيرو امتى؟ هي ديفولت عندي، الديفولت عندي داخل ايه؟ داخل زيرو. نعمل ستوب. الديفولت عندي داخل ايه؟ ادي بي 4، خلي بالك بي 4 اللي هو السويتش الاول، الديفولت داخل ايه؟ زيرو. وانا بقول له في الكود عندي لما السويتش الاول يبقى بزيرو اعمل توبل للليد. يبقى ايه اللي هيحصل؟ مش قلنا ان هو في الاول الطبيعي انه بيخش الانتربت اول ما تعمل رن؟ يبقى انا حليت اول مشكله، شلت الديسماتش وعملت كرير للفلاج، المشكله دي خلصت. يبقى مش هيدخل الانتربت في البدايه، هيستنى مني اضغط على السويتش. طيب اول ما اضغط على اي سويتش من دول هيدخل الانتربت، هيعمل توجل للليد الاولانيه هنا، هيعمل توجل للليد دي امتى؟ لما يبقى بزيرو. طب ما هو ديفولت زيرو، هيخش الاب زيرو، يروح عامل توجل، تمام؟ طب تعال كده عشان المشكله توضح اكتر، نعمل رن بالوضع ده. ركز معايا كده، الدنيا طافيه اهي كلها وكل حاجه طافيه، يبقى هو مش في الانتربت كده. نضغط على السويتش الاول، بص كده دخل عمل التوجل وطلع، لان هو عمل توجل امتى؟ ركز معايا كده، هيعمل الانتربت بتاعها امتى؟ هضغط اهو، ما عملش حاجه هنا، رغم ان هو دخل الانتربت وغير حاله دي، لان دي في الانتربت معايا جوه. ارفع ايدي، ارفع ايدي تبقى زيرو، زيرو يعمل لها توجل وقتها، لان انا عامل تشيك على السويتش ده في حاله الزيرو، لما تبقى بزيرو يعمل توجل، يعني مع بدايه رفعه ايدك، تمام؟ لما ارفع ايدي، تمام؟ يبقى يعني اضغط تاني ما يحصلش حاجه، رغم ان هو دخل الانتربت اهو، لكن ما عملش توجل هنا، يعمل توجل امتى؟ لما ترفع ايدك عشان يبقى داخل زيرو، يعمل لها توجل وقتها. طيب في مشكله، ركز كده، لما اضغط على سويتش 2، ضغطت على سويتش 2، عمل توجل لمين؟ لدي، صح؟ دخل الانتربت، وفي نفس الوقت عمل توجل لدي، ليه عمل توجل لدي؟ لان دي ديفولت داخل زيرو، هيدخل تاني داله الانتربت، اول ما يدخل داله الانتربت، هل السويتش الاول بزيرو؟ بزيرو، يروح عامل توجل للليد الاولاني. طب سويتش 2 انت ضغطت عليه بايه بواحد؟ يروح عامل توجل للليد 2. طيب هنرفع ايدي، تعال ارفع كده ايدي واشوف ايه اللي هيحصل. انا لما ارفع ايدي من دي ايه اللي هيحصل؟ هيدخل الانتربت مره ثانيه، دخل ثانيه عمل توجل لدي، رغم ثبت دي خلاص. اختلافك الهاردوير كله ثابت اهو، كلهم بول داون. اختلافك في الكود، اختلافك في الكود ان انت عملت تشيك على اول لما يبقى بزيرو تعمل توجل للاولى، ولما السويتش الثاني بواحد تعمل توجل للثانيه. هتلقى الاختلاف ده، هي كل مره يدخل الانتربت هيروح مباشره عامل توجل لدي، رغم ان انت ما ضغطتش عليها، انت مش عايز تنورها او مش عايز تيجي ناحيته، لا بيعمل لها توجل برضه، لان انت بتسال على السويتش لما بزيرو. بصوا كده تاني. طب هضغط على السويتش الثالث، السويتش الثالث المفروض ما يجيش ناحيه السويتش ده، الليد دي ولا الليد دي. تعال نضغط على السويتش الثالث، فعلا هو ما غيرش حاله دي، لما ضغطت على السويتش الثالث عمل توجل لدي، وبرضه نفس المشكله، الليد زيرو دي او ليد واحد الخاصه بالسويتش واحد حصل لها توجل، لان يعني دخل انتربت غيرها، تمام؟ طيب ارفع ايدي، بص كده عملش حاجه مع ليد ثلاثه، لكن غير توجل مين؟ عمل توجل لليد ليد واحد برضه، نفس المشكله. طب احل المشكله ازاي؟ مش كل المقاومات بول داون عندك؟ تمام. طب انت في البرنامج بتسال ايه؟ بتسال كلهم لما يبقوا بوحايد اعمل توجل للليدات الخاصه بيهم، ما عدا السويتش الاول، لما يبقى بزيرو اعمل توجل ليد واحد بتاعته. طب احل المشكله دي ازاي؟ يبقى لا، طول ما السويتش واحد هتسال عليه لما يبقى زيرو، يبقى ما ينفعش توصل بول داون، ما ينفعش توصل بول داون. ببساطه نعمل ستوب الاول، تروح شايل ده السويتش زيرو، تروح انت مغير التوصيله بتاعته، بدل ما هو بول داون ريزيستور تروح توصله بول اب كده، تيجي هنا كده وموصله، يبقى كده هو ايه؟ بول اب ريزيستور. بول اب ريزيستور يعني الديفولت داخل كام؟ داخل واحد. الديفولت داخل واحد، لما اضغط على السويتش يبقى زيرو، يبقى اسال عليه جوه في البرنامج لما يبقى زيرو. تعال كده، نفس البرنامج مش هغيره، انا مش هروح للكود، هنعمل هنا رن. تعال مع بعض كده نعمل رن اهو، عملنا رن، ركز معايا كده اهو، ما دخلش الانتربت ولا اي حاجه، الدنيا تمام. تعال نضغط على اول سويتش ده، لما نضغط يبقى زيرو، يبقى دخل الانتربت. ارفع ايدك، مفيش حاجه حصلت ومنوره، خلي بالك مش هاجي ناحيته تاني، اروح للسويتش يمين، سويتش 2 اللي هو هنا، عمل ايه الليد التانيه؟ نورها. اضغط تاني يطفيها، رغم كده ما غيرش حاله الليد الاولى،
لان انا عكست التوصيله بره، فبالتالي لما يدخل يعمل تشيك يلقاه زيرو، لان هو هيعمل انتربت خاص بده لما يبقى بزيرو، هيعمل تشيك يلقاه بواحد، يبقى مش هينفذ حاجه خاصه بيه. ليه؟ لما انا اضغط تاني اطفي الليد الخاصه بيه. اتمنى يكون الفكره كده وضحت. تاني اهو انا ضغطت اهو نور تاني، هضغط على اتنين يبقى اتنين اللي تنور، تطفي تنور تطفي، والليد واحد ما تغيرش حالتها، تلاته تنور تطفي، اربعه اهي. عايز تتحكم في ليد واحد يبقى من السويتش بتاعها الخاص بيه، تمام؟ يبقى تاني في الحاجات اللي احنا شرحناها النهارده، يبقى اول حاجه عشان تاخد بالك من ار بي بورت تشينج انتربت لازم تعمل المس ماتش عندك في الفويد مين، وكمان سفر فلاج قبل ما تظبط الجلوبال والانيبل. كمان لما حاله السويتشات يبقى كل التوصيل هاردوير متشابه، لازم تيجي في البرنامج تسال عليهم بنفس الحاله كلهم، يا زيروز يا وحي، ما ينفعش غير كده. عايز تعمل ميكس اسال على السويتش الاول لما يبقى بزيرو والتاني يبقى بوحيد، ما بعض السنسور بتبقى بول اب وبعض السنسور بتبقى بول داون، تمام؟ فلازم احيانا بيبقى في اختلاف في الكود بين الكونديشنز دي، فلما يبقى في اختلاف في الكونديشنز اوتوماتيك او ديفولت عندك لازم يبقى الهاردوير مختلف، ما يبقوش الاربعه زي بعض. طول ما انت هتسال على السويتشات لما تبقى بوحيد يبقى انت توصلها بول داون، يبقى الديفولت داخل لها زيرو. طب لو انا هسال عليها في البرنامج ان هي تبقى بزيرو، يبقى لا انت تدخل لها واحد من بره، الكلام ده خاص بداله الانتربت فقط اللي هو من نوع ار بي بورت تشينج انتربت. اتمنى ان فكره النهارده تكون وضحت، وطبعا ما تنسوش لو عندكم اي استفسارات وتعليقات سيبوها لنا اسفل الفيديو، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وانتظرونا في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله. شكرا جزيلا.